اهلا بكم مشاهدينا من على الريد كاربت للدوره رقم 37 من مهرجان القاهره السينمائي الدولي، واللي بتقام فعالياته كل عام بحضور عدد كبير من النجوم العرب والاجانب. جايين النهارده عشان ندعم مصر، جايين النهارده عشان ندعم السياحه، جايين النهارده عشان ندعم الفن والثقافه. عيشوا معايا مع المع النجوم، عيشوا معايا مع الجوائز والتكريمات، عيشوا معايا وريد كاربت جديد في ستاند باي. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو من أكبر المهرجانات على مستوى الدول العربية ومن أهم 10 مهرجانات على مستوى العالم. بيترأس المهرجان السنة دي الدكتورة ماجدة واصف، وبتضم لجنة التحكيم الفنانة المصرية داليا البحيري، والمخرج مروان حامد، والناقد الفني يوسف شريف رزق الله، والممثلة الهندية فرح خان، والمخرج الدنماركي بيل أوغست، والمخرجة المغربية ليلى المراكش، والمنتجة الفرنسية آن دومينيك، والمخرج جورجي جولج أوفاشفيلي. النجمة الجميلة اللي أنا شخصيا بحبها جدا يسرى، أهلا بيكي معانا على قناة دريم وبرنامج ستاند. أهلا بيك، أهلا بيك. عايزة أعرف منك إيه شعورك النهاردة بالدورة دي من المهرجان، وخاصة إنك كنت السنة اللي فاتت في لجنة التحكيم. أولا بص، حزني إن إحنا فقدنا ثلاثة من عواميد الفن المصري، السيدة فاتن، السيد عمر، السيد نور. فعايزة أقول لك دولت اللي حفروا في أذهاننا الذاكرة الفنية الحقيقية. دولت مش هيتعودوا، محدش هيجي زيهم، محدش شبه حد زيهم خالص. دول مفيش، اتعملوا وخلاص، مفيش زيهم تاني. لكن احنا بنقول العالم هو ده الفن المصري، دي هوليوود الشرق. احنا هنا كان عندنا تاريخ فني غير عادي، وارجو ان هو يرجع بريقه كما كان. شعورك ايه النهارده بتكريم عمالقه الفن زي عمر الشريف ونور الشريف والسيده؟ كل شيء ممكن يتقدم لهم ده، يعني لو نقدر نحط لهم تمثال في كل مكان عشان الناس تعرف مين دول، ودولة اللي حفروا وعملوا تاريخ لمصر في الفن، ده أقل شيء ممكن يتقدم لهم، ده مش كتير عليهم. إيه الاختلاف من وجهة نظرك السنة دي عن السنين اللي فاتت في الدورة دي من المهرجان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لسه معرفش إيه، لكن أنا عارفة إن إحنا بنحارب ضد التيار، ضد الردة الفكرية اللي إحنا عايشين فيها، ضد الفكر الأسود إن الفن مش عارفة فيه إيه وفيه إيه وفيه. الفن ده من أرقى المشاعر اللي ربنا خلقها. الفن ده هو اللي بيجمع الناس، هو عمل حاجة اسمها وحدة عربية، هو الفن المصري. شعورك النهاردة وانت على الريد كاربت في دورة رقم 37 من مهرجان القاهرة السينمائي؟ أهم ناس كانت تبقى موجودة اللي هو السيدة فاتن، السيد عمر، لأن ما تنساش إن كان دايماً السيد عمر الشريف كان ضيف شرف في الافتتاح دايماً. النهارده احنا بنكرم الأستاذ حسين فهمي اللي هو برضه رفع اسم المهرجان 4 سنين. كان رئيس مهرجان وعمله على أعلى مستوى، جاب أهم ضيوف في العالم. نيلي كريم برضه من أهم البنات من جيلها، وبتمنى لها كل التوفيق. مشاركة السينما اليابانية السنة دي مشاركة طبعا كبيرة جدا، دي خطوة كبيرة، لأن السينما اليابانية كان فيها أهم مخرج في العالم كيروساوا، وللأسف عمرنا ما حسينا بقيمة السينما اليابانية لأنها صعبة، ما هياش سهلة، لكن كيروساوا عمل لها نكهة خاصة جدا في كل العالم، وحتى في مهرجان كان. يعني أنا ما كنتش يعني اسمع بس عن كيروساوا، كنت بشوف افلامه، لكن لما سلمت عليه حسيت بقيمه هذا الفنان العظيم. مين المسؤول عن اطلالتك طبعا الساحره وكالعاده طبعا ساحره على ريد كاربت؟ عايز اعرف مين مسؤول عن اطلالتك. الفستان هاني البحيري. عاوز اعرف شعورك النهارده على الريد كاربت للدوره رقم 37 من مهرجان القاهره السينمائي. فرحانه، كل ما المهرجان بيتعامل بانتظام وبيلاقي اقبال والناس بتحضره ومواظبه عليه، كل ما انا بفرح اكتر. ومش عايزه اقول لك انا من المواظبين على مهرجان القاهره. شعورك ايه بمشاركه السينما اليابانيه السنه دي ضيف شرف المهرجان، وكان السنه اللي فاتت السينما اليونانيه، ايه شعورك بده؟ احنا كل سنه في المهرجان بالقاهره بالاخص بنحاول نجيب ضيف، ومهرجانات مصر برضه بنعمل فيها كده، بنجيب ضيف دوله وبتيجي، فاليابانيه دي بس جديده علينا شويه. هسيبك تسعدي بالمهرجان، وهسيبك تسعدي بالريد كاربت حبيبي، وحاسه انك متالق، ويا ريت كل المذيعين يحاولوا يقلدوك
عشان انت لابس مختلف يعني. ربنا يخليكي، وان شاء الله ان شاء الله تشرفيني في البرنامج بتاعي وتكون حلقه قويه. ان شاء الله شرفني في البرنامج بتاعي. معانا الفنان الكبير سامح السريتي، اهلا بيك معانا على شاشه قناه دريم وبرنامج ستاند اب. اهلا وسهلا، اهلا بيك. شايف ازاي الدوره دي من المهرجان، دوره رقم 37 وتصدر النجمه الكبيره الراحله فاتن حمامه لبوستر المهرجان؟ يعني ده شيء طبيعي جدا طبعا انه يكون، لانه ده يعني اول مهرجان يحصل بعد ما فقدنا الفنانه العظيمه سيده الشاشه العربيه، وما ينفعش تبقى هي سيده الشاشه العربيه واول مهرجان بعد وفاتها ما يحملش اسمها، فكان يعني طبيعي انه يكون بيحمل اسم سيده الشاشه العربيه. شايف ازاي الدوره دي من مهرجان واختلافها عن الدورات اللي فاتت؟ انا شايف ان في تطور، وحتى باين من عنوانه، يعني من اول ما تخش تحس بانك امام مهرجان حقيقي وفي نظام والقلم له مكان والحفله الافتتاح ومستوى النجمه الكبيره اللي حضرت كلوديا كاردينالي دي كانت مع شوقتنا واحنا صغيرين طبعا. ده يعني بيقول ان احنا يعني، وبعدين الفتره اللي فيها المهرجان بالذات يعني التوقيت ده احنا كنا محتاجين له عشان نقول للعالم انه كل محاولات التشكيك في مصر الامنه المحبه للسلام بتتكسر حوالين هذا التجمع الكبير من فنانين ومبدعين العرب والعالميين. وشوف لجنه التحكيم ومستواها من كل الدول، كل ده بيقول للناس اللي بتلغي حجوزاتها دي، بنقول لهم انتوا الخسرانين، ان مصر بشعبها بجوها باثارها بمسؤوليها حتى بكله يعني فاتحه دراعاتها لضيوفنا يعني، وبيقضوا فيها اجمل اوقات. فجه المهرجان علشان يعني يعلن للعالم كله ان هناك مؤامره وان مصر فاتحه احضانها للجميع، لكل الشعوب. ودي رساله الفن، انها تبقى يمكن للشعوب اكتر ما هي للانظمه يعني. بتتصدر بوستر المهرجان السنه دي سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه، واللي بيعرض المهرجان عدد من اهم اعمالها، واللي بيكرمها السنه دي بوضع اسمها على احد الجوائز التقديريه، واللي بتنشاها المهرجان السنه دي واللي هتستمر خلال الدورات القادمه. هيحصل على جائزه دي عدد من اهم النجوم، منهم النجمه الايطاليه كلوديا كاردينال والنجم حسين فهمي والنجمه نيلي كريم. وين هنادي يما؟ هذا أمر الله يا بنتي. أمر الله ولا أمر خالي يماي؟ قتلتيها ما؟ قتلتوها أنتوا الاثنين؟ لا لا يا أم، لا تقولي كده. لا تلمسيني. أم داعي عليك يماي تتعذبي أكثر وأكثر. ربنا ينتقم منك أنت وخالي ما أشوف فيكم يوم. وما شهادك. وين هنادي يا خال؟ هنادي راحت في الوباء وانت تعلمي هذا. دار ايديك يا خال، دمها نادي بينقط منهم. ومعانا النجمة الكبيرة صفية العمري، اهلا بيكي معانا على شاشة قناة دريم ومنورانا دايما. الله يخليك، شكرا. شعورك ايه النهاردة في الدورة رقم 37 من مهرجان القاهرة السينمائي والريد كاربت مليانة نجوم ومليانة نجوم عالميين وعرب وكله؟ حياة سعيدة وفخورة ان مصر دايما بتثبت قوتها وتثبت حضورها من خلال مهرجان سينما في الوقت العصيب اللي بتمر بيه البلد من ظروف سلبية شوية، مش هقول أكتر من كده، ولكن إحنا أقوى. والمهرجان النهاردة بيدل على التواجد والناس اللي موجودة فرحانة، ونتمنى للكل الخير، ونتمنى أولا وأخيرا لمصر الازدهار والتقدم ويحميها رب العالمين إن شاء الله. شايفة إزاي تكريم عمر الشريف النهاردة، الفنان الكبير عمر الشريف، الفنان الكبير نور الشريف، والفنانة الكبيرة فاتن حمامة؟ كلهم رواد وكل واحد عنده مدرسته، أنا اشتغلت مع الثلاثة وربنا يعني يرحمهم، وكلهم قيمة وقامة وناس يعني من رواد الفن الرائع السينمائي، وشيء جميل ان النهارده السينما تكرمهم واحنا كلنا نكرمهم في المهرجان.
عايزين نعرف بقى سر شياكتك وأناقتك النهارده. لا بجد فستان تحفه. عايزين نعرف مين مسؤول عن شياكتك النهارده. هاني البحيري هو دايما اللي بيلبسني وعارف الذوق بتاعي والستايل بتاعي. ف شعورك ايه النهارده بوجودك في لجنه تحكيم مهرجان كبير زي مهرجان القاهره السينمائي الدولي؟ والله هو شعور بالمسؤوليه، لان دي مش اول سنه في مهرجان القاهره السينمائي في لجنه التحكيم. من 7 سنين كنت حامل في بنتي وكنت عضو لجنه التحكيم في مسابقه الافلام الروائيه الطويله، وفي نفس السنه كنت في دمشق، ومن سنتين في سلا. فعايزه اقول لك ان هو مسؤوليه كبيره ومجهود كبير ان انت تقعد تتفرج على افلام بعين الناقد وبعين ان انت بتشوفها عشان تقيمها. طبعا مجهود كبير، بس انا سعيده لانها بتبقى اكسبيرينس حلو. رايك النهارده في وجود النجمه فاتن حمامه على غلاف المهرجان او على بوستر المهرجان، شعورك ايه بده؟ اولا هي فنانه يعني كانت فيها كل حاجة، فيها الثقافة وفيها الجمال والرقي. يعني أنا سعيدة بوجودها على البوستر بتاع المهرجان، وإنها بتتكرم النهاردة، وسعيدة إنها اتكرمت في حياتها. ووجودها زي ما بقول مش بس تكريم ليها هي شخصيا، ده تكريم للفنانة المصرية وقيمة الفنانة المصرية، وتكريم للمرأة المصرية ودورها في المجتمع. معانا الفنانة المغربية سناء موزيان، اهلا بيكي معانا على شاشة قناة دريم وبرنامج ستاند باي. ميرسي قوي. ميرسي. شعورك ايه النهارده بوجودك في الدورة رقم 37 من مهرجان القاهرة السينمائي؟ فرحانة جدا بتواجدي بالدورة دي، خاصة بعد غياب 5 سنين. طبعا بعد الثورة انا اشتغلت شوية في المغرب وكمان في افلام اجنبية، وكمان اخد اجازة 2 سنين عشان خلفت وجبت بيبي، فالوقت ده رجعت لشغلي وحبيت اتواجد يعني الوقت ده، وخاصة بمهرجان او بافتتاح مهرجان القاهرة، عشان اقول بحبك يا مصر، وعشان اقول انه مصر فيها سلم وسلام. ازاي شايفة التقاء الثقافات بين الدول النهاردة على ريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته رقم 37؟ لا ما شاء الله في تواجد قوي جدا من كل الدول العربية والأجنبية، ويعني الحمد لله. يعني تحس انه يعني بالعكس، انا حاسة السنة دي برضو المهرجان كبر، وهو طول عمر مهرجان القاهرة كبير. ومعانا النجمة المتألقة اللي دايما مشرفانا في مهرجانات مصر، الفنانة غادة ابراهيم، اهلا بيكي معانا على شاشة قناة دريم وبرنامج ستاند باي. ازيك يا احمد، منورنا. وايه الشياكة دي؟ لا طبعا الشياكة لازم احنا نتكلم عنها، عايزين نعرف اطلالتك النهارده مين المسؤول عنها. قلبي ثانك يو. انا بجد الدورة 37 من انا عايز اعرف الاول الاطلالة بتاعتك النهارده مين المسؤول عنها؟ الكوافير محمد يونس حبيب قلبي، انا اللي عاملة المكياج بتاعي. الدريس بهيك حسين، بجد مش عايزة اقول لك يعني بهيك بيعمل معايا ايه، يعني في مهرجان اسكندريه، مهرجان القاهره، في الفيلم بتاعي برضو شارع محمد علي، فنشكره بجد. يعني شعورك ايه النهارده بمهرجان القاهره السينمائي في دورته رقم 37 واللي بيشارك فيه عدد كبير من الدول السنه؟ اهم ما يميز الدوره دي صوره العظيمه دي، سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة. بجد يعني احنا فتحنا عينينا على الزمن ده وعلى الأجيال دي وعلى النجوم دي، فبجد شابو يعني نحط الصورة الجميلة. ومكرمين طبعا النجم الراحل عمر الشريف، ومكرمين النجم نور الشريف، فبجد يعني ان شاء الله تبقى دورة حلوة، وانا سامعة ان في افلام حلوة قوي قوي. السنة دي إن شاء الله هيكون في جايزة اسمها جايزة الفنانة القديرة فاتن حمامة. طبعا عايزين نعرف منك أنت إيه شعورك بالجايزة دي النهاردة؟ مش عايزة أقول لك بجد دي أول جايزة تطلق باسم فاتن حمامة، إن شاء الله يا رب يبقى اللي ياخدها يستحقها فعلا، لأنها أيقونة السينما المصرية والعالمية. فإن شاء الله يا رب. أنا سامعة إن في أعمال حلوة قوي في المهرجان وشامة كده ريحة جوة السينما اليابانية. طبعا مشاركة في المهرجان، إيه شعورك برضو بالموضوع ده؟ متهيألي دي أول مرة أعتقد، معرفش يعني قبل كده التركية والإيرانية اليونانية السنة اللي فاتت، وقبل كده كان في الهندية، بس السينما يعني حلو ده، أنا عاجبني يعني. أما نشوف. أسيبك تسعدي بالحفل وتسعدي بالمهرجان، وكل سنة وأنت طيبة ومهرجان جميل. يا أحمد ثانك.
ومعانا النجم الشاب يوسف عثمان. اهلا بيك معانا على قناه دريم وبرنامج ستاند باي. اهلا بيك. شعورك ايه النهارده بالمهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته رقم 37؟ طبعا مبسوط. طبعا انا دخلت على الريد كاربت بالصوره دي عشان الناس تشوف شكلي وانا صغير وشكلي وانا كبير. انا عملت بحب السيما وانا صغير وكان لازم وانا راجع للناس وانا كبير اعمل حاجه كويسه الناس تشوفها. فانا حظي ان انا راجع بفيلم من ظهر راجل في مهرجان السينما، فيا رب يكون خطوه كويسه. شعورك ايه بتكريم النجمه الراحله فاتن حمامه النهارده ووجودها على بوستر المهرجان في الدوره رقم 37 من مهرجان القاهره السينمائي؟ اكيد الاستاذه يعني الاستاذه فاتن حمامه عندها قيمه كبيره جدا عند الناس والناس كلها بتحبها، ولما توفت الناس كلها يعني ثابت علامه فيهم، فده كويس المهرجان بيكرمها وكويس انها زي هي موته للمهرجان السنه دي، فده حاجه كويسه جدا يعني. شايف ازاي وجود النجوم النهارده؟ وهل انت حضرت قبل كده مهرجان القاهره السينمائي؟ وايه لو حضرته ايه وجه الاختلاف اللي شايفه النهارده؟ حضرت تقريبا 2005 عشان بحب السيما. لا في اختلاف رهيب جدا يعني، وانا صغير حاجه وانا كبير، وانا صغير انا بتعامل انه ايه الزحمه دي ايه الناس دي وداخل على طول، وانا كبير طبعا في تعامل تاني خالص، في ريد كاربت، في بدل بتتلبس، في حركات، ويا رب يا رب بس الناس يعجبها الفيلم ويعجبها المجهود اللي الناس عملته يعني. شايف قد ايه المهرجانات مهمه في تبادل الثقافات بين الدول ووجود مجموعه من الدول المشاركه في المهرجان السنه دي؟ هو المفروض اي دوله قويه عندها سينما قويه بيبقى عندها مهرجان قوي. بنشوف قرطاج، مراكش، بنشوف مهرجان مصر القاهره السينمائي. احنا بعد ممكن نيجي بعد هوليوود بعد بوليوود، بس احنا في الشرق الاوسط احنا الناس بتجيلنا عشان احنا عندنا صناعه كويسه، فاحنا عايزين السينما ترجع بس تاني، والمهرجان يرجع السنه اللي فاتت والسنه دي، فده حاجه كويسه ان السينما ترجع تاني تقوم وترجع تاني تتحرك زي 2007 و2008 لما كان بينزل في السنه 40 فيلم و35 فيلم وحاجات كده. معانا الفنانه الجميله مروه نصر مشرفانا النهارده في مهرجان القاهره السينمائي. اهلا بيكي معانا على شاشه قناه دريم وبرنامج ستاند باي. ربنا يخليك يا عمر. شايفه ازاي دوره رقم 37 من مهرجان القاهره السينمائي السنه دي؟ شايفه بهجه وشايفه سعاده وشايفه الناس كلها مبسوطه وشايفه تنظيم هايل، بشكر اداره المهرجان، وشايفه ديكور تحفه وفينتج كده وحاجه كده عالميه يعني شبه مهرجانات كان وهوليود واوسكار بقى. انا مبسوطه صراحه ومبسوطه ان احنا بنقول للعالم كله ان مصر قادره ومصر قد انها تعمل مهرجان زي احلى مهرجان بنشوفه بره، وان قادره تامن نجوم عالميين في بلدنا. احنا بنواجه رساله ان احنا قدها وقدود. شايفه ازاي الدوره دي من المهرجان واختلافها عن الدورات السابقه لو حضرتي المهرجان قبل كده؟ انا حضرت مره من كذا سنه صراحه، وكان برضو المهرجان حلو، بس مش عارفه النهارده مبسوطه اكتر، بس حاسه في كان المفروض النجوم المصريين كلهم بلا استثناء في موقف زي ده. صراحه انا بلوم على نجوم كبار، كان نفسي اشوف عريض كاربت فنان زي احمد السقا، فنان احمد حلمي، كان نفسي اشوف النجوم الكبار دول بيساندوا المهرجان، لان احنا مصر تستحق ان احنا نعمل لها كده. تكريم النهارده او السنه دي تكريم يعني بالتحديد عدد من النجوم زي النجم حسين فهمي، زي النجم الراحل عمر الشريف، والنجم الراحل نور الشريف، والنجم فاتن حمامه. شايفه التكريمات دي ازاي السنه دي؟ بص، عمر الشريف وفاتن حمامه انا مسمياهم الهانم والبرنسيس، سوري يعني البرنس والبرنسيس، هي هانم وهو بي بشكل مش طبيعي، ونجوم عالميين بطباع شرقيه، فانا ببقى فخوره بيهم جدا، وهم وجهه مشرفه للمهرجان، وبيقدموا مش بس رساله فنيه، بيقدموا رساله في الحب والوفاء والاخلاص، وانا بحبهم بشكل مش طبيعي. الفنان نور الشريف احنا خسرنا فنان كبير وعظيم، وانا كنت لسه بقول مين هيقدم لنا وجوه جديده زي الفنان نور الشريف تاني، فالله يرحمه الله يرحمه، يستحق التكريم، لان هو زي اللي بيقولوا اللي خلف ما ماتش، هم خلف لنا نجوم كتيره موجودين دلوقتي، فربنا يرحمه ويسامحه ويدي لاولاده القدره ان هم يتحملوا فراقه. ومعانا النجمه الجميله سمية الخشاب. اهلا بيكي معانا على قناه دريم وبرنامج ستاند. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. منوره الريد كاربت للدوره رقم 37 مهرجان القاهره السينمائي. شعورك ايه بالدوره دي النهارده؟ سعيدة بالمهرجان وسعيدة بتواجد الفنانين، وسعيدة انه فيلم ليلة كبيرة مشارك في المسابقة الرسمية، واتمنى ان شاء الله انه يحصد جايزة. شعورك ايه النهاردة بتكريم عدد من الفنانين الراحلين النهاردة في الدورة دي؟ هو لازم يحصل كده طبعا، لان هم ادوا كتير من فنهم، عطائهم كان كبير قوي للوطن العربي، لجمهورهم كله في الوطن العربي، ادوا للسينما كتير من بقلبهم وبروحهم، فبقول لهم الله يرحمكم. اما سيدة الشاشة العربية فتستاهل كل جوائز الدنيا.
ايه رايك في مشاركه فيلمين مصريين في المسابقه الرسميه للمهرجان السنه دي؟ ايه رايك؟ يعني الحمد لله احنا عندنا افلام بنشارك بيها، لكن اتمنى كان يكون العدد اكبر من كده، لكن الايام الجايه لازم بتهيألي المنتجين ينشطوا اكتر من كده. مستشفى دريم، الاختيار السليم. رانفير سايبا ديليجن، رحلة حب وتضحية وانتقام. سحر الغرام قريبا على دريم. زمان عشنا الأبيض والأسود في زمن الفن الجميل، وتغير الزمان وبقينا بنعيش بالألوان الطبيعية. بالألوان الطبيعية مع نادية حسني على دريم في الأوقات التالية. آمال ماهر، أيام ما تتعوضش. أيام ما تتعوضش مش بنساها لي، أيام من الأيام ما سرقتها، بنعيش يا دوب مشاعرنا آمال ماهر، أيام ما تتعوضش. اتصل على الأرقام الموجودة على الشاشة وحملها على موبايلك، وكمان خليها كول تون. شارك في المسابقة الرسمية للمهرجان 16 فيلم طويل من 14 دولة مختلفة و100 فيلم في أقسام المهرجان المختلفة. تعالوا مع بعض نستعرض أهم الأفلام المشاركة في الدورة رقم 37 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أول الأفلام فيلم بعنوان ديبان، وهو الفيلم الحاصل على سعفة مهرجان كان الذهبية، أحد أرفع الجوائز السينمائية العالمية، وهو فيلم يحكي حكاية مقاتل يهاجر من سريلانكا بصحبة امرأتين إلى فرنسا. أيضا من الأفلام المهمة المعروضة ضمن المسابقة الدولية للمهرجان هو فيلم بولينا، وهو الفيلم المتوج بجائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان الماضي، واللي بيمثل صراع المرأة من منظور أخلاقي مثالي، واللي بيحكي عن معلمة تتعرض للاغتصاب ولكنها تدرس دوافع من اغتصبوها وضعت التعاطف خصما في مواجهة العدالة. وهناك أيضا احتفالية تقام خلال المهرجان بسينما التحريك اليابانية، والسينما اليابانية هي ضيف شرف المهرجان هذا العام، ويعرض خلال المهرجان فيلم The Wind Rises وللمخرج مايازاكي، وهو فيلم تحريك ياباني بيحكي حكاية مرتبطة بهوس الطيران. أيضا خلال المهرجان هذا العام يعرض ضمن برنامج مهرجان المهرجانات فيلم Monument to Michael Jackson، وهو فيلم من الكوميديا الصربية للمخرج دراكو لونغلوف، واللي بيحكي عن قرية بعيدة بتعيش حالة من الركود بعد سقوط الدولة الشيوعية. Michael, on je najveći cigan od svih cigana i to svi znaju, to nije neka tajna. Ja sam njegov najveći obožavalac. Ja sam svima na Facebooku javila za vaš spomenik. Svi su oduševljeni, svi hoće da dođu. Obećao si Jeleni. Obećao si celom mestu. Radi bar nešto kako valja.
أيضا من الأفلام المعروضة خلال المسابقة الرسمية للمهرجان هو فيلم The Treasure، وهو فيلم من إخراج المخرج كورنيليو بورومبيو، واللي بتدور قصته حول موظف يشارك جاره في البحث عن كنز. ومعانا النجمة المتألقة دايما في المهرجانات الدولية، النجمة الجميلة إلهام شاهين. أهلا بيكي معانا على شاشة قناة دريم وبرنامج ستاند باي. أهلا بيك. أهلا وسهلا. شعورك إيه بالدورة رقم 37 من مهرجان القاهرة السينمائي السنة؟ أنتوا سامعين طبعا سعاد حسني بتقول بامبي بامبي بامبي، أنا شعوري بامبي بامبي بامبي. شعوري أنا حاسة إن ده عرس للسينما المصرية، كفاية حزن وبكا، عايزين نفرح. انا النهارده جايه افرح، جايه احتفل بالسينما، جايه احتفل بمصر، جايه اقول كفايه بقى احزان، نشتغل ونرفع اسم السينما ونرفع اسم مصر ونسعد ببعض، وكفايه صراعات. عايزين سنه جديده فيها سلام وفيها حب وفيها سينما جميله وفيها حياه بامبي زي سعاد حسني ما بتقول. عايز اعرف منك ايه شعورك النهارده بالتكريم نيلي كريم، وكمان وجود الفنانه سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه على بوستر المهرجان السنه دي، شعورك ايه بالموضوع ده؟ فاتن حمامه اعظم نجمه مش في مصر في العالم بالنسبه لي، استاذتنا اللي تربينا على ايديها، انا بعشقها وهي ليها فيا كتير قوي قوي قوي. ونيلي كريم دي حبيبه قلبي، اختي الصغيره وبطله فيلمي اللي انا الفيلم اللي كنا بنصوره اللي انا انتجته يوم للستات، وشغلنا مع بعض قبل كده فيلم 1-0 وكنا وشنا خير على بعض. الفيلم خد 50 جايزه لفه مهرجانات العالم. فنيلي انا بحبها قوي، فنانه مجتهده ومميزه وتستحق التكريم النهارده. ايه رايك في مشاركه السينما اليابانيه النهارده كضيف شرف في المهرجان؟ طبعا شيء جميل. انا كنت في مهرجان طوكيو يعني قبل الثورات على طول، يعني سنة 2010، وكنت سعيدة جدا. كنا ما عندنا فيلم 1-0 بيتعرض هناك، وكان بيكرموا اسم الأستاذ يوسف شاهين، وكان شيء جميل. يعني تواجدت معهم ولقيت ناس مثقفين بيحبوا السينما قوي، وبلد جميلة حقيقي اليابان، أنا سعيدة بوجودهم معنا. عايز اعرف في السنه دي ايه شعورك وانت على ريد كاربت للدوره رقم 37 من مهرجان القاهره السينمائي، وشعورك النهارده بوجود عدد كبير من النجوم العالميين والعرب؟ شعوري بشعر بفخر وبشعر بانتماء، لانه كمان احنا حاسين ان احنا جوه روح السينما، يعني بالافلام اللي احنا شايفينها وبنتفرج عليها، الرموز اللي هتتكرم النهارده، الايقونات يعني السينما المصريه اللي تربينا على افلامهم وبنحبهم جدا وبنعشقهم، بيتكرموا النهارده، وهم اصلا يعني حتى اللي ماتوا منهم وفقدناهم ما ماتوش لانهم لسه عايشين في وجداننا يعني. فيعني ده شيء جميل، واتمنى انه المهرجان يكون ممتع ومفيد للجميع. شايفه ازاي مشاركه السينما اليابانيه السنه دي ووجودها في المهرجان؟ حاجه جديده حلوه، لانه شويه الجمهور مقصر او احنا مقصرين في ان الافلام المختلفه تكون موجوده. للاسف دلوقتي في مصر كافلام تجاريه مش موجود غير الافلام المصريه او الامريكيه، الفيلم الاجنبي بقى هو خلاص الامريكاني، والفيلم العربي هو المصري. لا، هو في افلام من جنسيات مختلفة لازم ناخد فكرة عنها، لأن في تجارب مهمة وسينمائية وفي أفلام حلوة جدا جدا من كل أنحاء العالم. فممكن السينما اليابانية يكون فيها أفلام جميلة وفيها إبداع إحنا لازم نكتشفه، ولازم نبقى عندنا دراية بكل اللي بيحصل. يعني حضرتي الدورة اللي فاتت من المهرجان وكنت موجودة برضو على ريد كاربت، عايز أعرف إيه الاختلاف السنة دي عن السنة اللي فاتت من وجهة نظر؟ يعني هو السنة اللي فاتت برضو يعني استمتعت بيه، بس حاسة السنة دي في روح أحلى كده. يعني نجمة المتألقة منال سلامة، أهلا بيكي معانا على شاشة قناة دريم وبرنامج ستاند باي. أهلا وسهلا. الدورة دي من مهرجان بتمثلك إيه وجودك النهاردة في الدورة رقم 37 من مهرجان القاهرة السينمائي؟ إحنا كل سنة بنحضر المهرجان وبنحضر فعاليات، وأنا شخصيا بقعد بفرغ نفسي لو ما عنديش شغل، أتفرج على الأفلام وكل وأحضر الندوات وكده. مبروك للدورة 37، والحقيقة من أول لحظة باين جدا في تنظيم في الدورة دي، والافتتاح شيك وبسيط جدا جدا جدا، وشبه افتتاحات المهرجان العالمية، فأنا مبسوطة قوي اللي بسطته.
شايفة ازاي الدورة دي من المهرجان واختلافها عن الدورات السابقة اللي فاتت؟ ما انا بقول لحضرتك الاختلاف انه بسيط، ان التنظيم من اول لحظة كل الانفيتيشنز جاينا في مواعيدها، الافتتاح والختام والعروض المهمة مع بعض في نفس الظرف نفسه في نفس التوقيت، فانت عارف بقى محدد بروجرامك هتعمل ايه، هتوضب مواعيدك ازاي، فدي ميزة كبيرة جدا. مشاركة السينما اليابانية السنة دي في المهرجان شايفها ازاي؟ اي مهرجان بيتقدم له سينما من مختلف العالم انحاء العالم مهم ان احنا نشوف. ضيف شرف المهرجان السنه دي طبعا ضيف شرف المهرجان كل سنه برضو بيتم اختيار دوله معينه. اليابان السينما بتاعتها بشكل عام المصريين مش مطلعين عليها قوي، ففرصه من خلال المهرجان ان احنا نشوف سينما مختلفه ونتعرف على الثقافه اليابانيه من خلال السينما اليابانيه. ومعانا الاعلاميه الكبيره منى الشاذلي، اهلا بيكي معانا على شاشه قناه دريم. طبعا قناه دريم شعورك ايه بوجودك النهارده في الدوره رقم 37 من المهرجان؟ لا تسالني عن اشياء تخصني، لانه النهارده ما فيش حد بيتكلم عن نفسه الحقيقه، حتى المكرمين اعتقد ان كل اللي جاي النهارده كان بخلاف الجزء السينمائي الفني كان عنده سبب تاني له علاقه بالاجواء اللي احنا عايشينها وعايزين نتخطاها. يمكن الناس النهارده جايه وبتشارك بدافع اكبر من الفن والسينما، انه احنا روحنا المعنويه ما تنكسرش الى ان نعبر اي ازمه بنواجهها. شايفه ازاي تصدر سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه لبوستر المهرجان السنه دي؟ احلى حاجه واكفأ حاجه وافضل اختيار لواحد من افضل وجوه السينما العالميه على مر تاريخها. تكريم عدد من النجوم زي عمر الشريف ونور الشريف وكل النجوم الكبيره وحسين فهمي ونيلي كريم، شايفه ازاي الكلام؟ اداره المهرجان كل اداره بتيجي بيبقى لها وجهه نظر في الاسماء المكرمه وفي اليه الاختيار وفي المعايير. يمكن بكون مهتمه في المهرجانات اكتر بنوعيه الافلام المشاركه وكثافه الحضور، وهو ده اللي احنا بنتمناه، انه الناس تيجي وتتفرج على افلام وتقيم. ومعانا النجم الجميل احمد رزق اللي منور مهرجان القاهره السنه دي، اهلا بيك معانا على شاشه قناه دريم وبرنامج ستاند باي. اهلا بيك، اهلا وسهلا. شعورك ايه بالمهرجان السنه دي وتصدر النجمه الجميله فاتن حمامه الراحله طبعا فاتن حمامه لبوستر المهرجان السنه دي؟ دي اقل حاجه نقدر نقدمها لرموزنا واساتذتنا اللي اتربينا على ادائهم وتمثيلهم اللي افنوا حياتهم في السينما وفي الفن المصري. اعتقد دي حاجه بسيطه نقدر نقدمها لهم، هم يستاهلوا اكتر من كده بكتير، بس احنا ما فيش في ايدينا حاجه نقدر نقدمها اكتر من التكريم يعني. شعورك ايه بمشاركه فيلمين مصريين في المسابقه الرسميه للمهرجان، وهل ده كافي لانه يكون متواجد في المهرجان افلام مصريه في المسابقه الرسميه؟ اعتقد ان فيلمين عدد مش قليل، عدد كويس، يمكن احنا نبقى طمعانين انهم يبقوا اكتر من فيلمين، لكن المهم انهم يبقوا فيلمين قد على المستوى يعني. يمكن انا مشارك في احدهم يعني، انا فيلم الليله الكبيره بتمنى له طبعا التوفيق ومتحيز جدا للفيلم، لكن انا شايف ان الفيلمين اللي تم اختيارهم لتمثيل مصر فيلمين مشرفين جدا. اتمنى ان السنه الجايه يبقوا 3 أو 4 والعدد يزيد، لكن في النهايه احنا كنا بنعاني من عدم وجود افلام مصريه في مهرجان القاهره يعني، فالنهارده لما يبقى في فيلمين بيمثلوا مصر في المهرجان ده شيء كويس. مشاركه السينما اليابانيه السنه دي في المهرجان بتمثل لك ايه؟ والله بص، مش اليابانية بس، يمكن عشان اليابانية أول مرة قصدك يعني. أيوة. لا بص، أنا شايف اليونانية مظبوط. أنا شايف أهم حاجة النهاردة في اليوم ده في التوقيت ده تحديدا الوفود اللي موجودة من كل دول العالم بما فيهم إنجلترا يعني. النهاردة كل الوفود موجودة، أكبر رد على فكرة إن مصر مش آمنة يبقوا يسألوا الوفود بتاعتهم، والوفود بتاعتهم هتبقى تقول لهم الموقف بوضوح على الارض احسن من الكلام اللي بنقعد نقوله، واحنا مش محتاجين نقعد نقول بقى مصر امنه مصر امنه، النهارده كل انحاء العالم موجوده معانا يعني. اختلاف الدوره دي السنه دي عن الدورات اللي فاتت من المهرجان شايفه ازاي؟ والله انا شايف ان اهم ما يميز المهرجان في الفتره دي اولا مشاركه فيلمين مصريين، ثانيا توقيته. احنا كنا محتاجين مهرجان دولي في التوقيت ده يثبت للعالم كله مصر وجمال مصر واستعدادها لاستقبال وفود من كل دول العالم. اعتقد ان دي رساله وبيتهيألي انها وصلت يعني. متألقة دايما مادلين طبر، اهلا بيكي معانا على شاشه قناه دريم وبرنامج ستاند باي. وحشتني وانتي اكتر. وحشتني ستاند باي قوي.
عامله ايه النهارده وشعورك ايه النهارده في الدوره رقم 37 من مهرجان القاهره السينمائي؟ حاسه انه جت الدوره في وقتها عشان ترد على كل الافتراءات اللي ملهاش معنى. ايه يعني وقعت طياره فتبقى انت بلد بحالها تقاطع؟ فجي رد حضاري من وجهه نظري على كل الافتراءات ده رايي. شايفه ازاي الدوره دي من المهرجان واختلافها عن الدورات اللي فاتت؟ اختلافها انها اكثر تنظيما، اكثر بساطة، حتى الترتيب بتاع الدخول والعربيات والحاجات دي، يعني الحمد لله كل سنة بنتقدم. وانا بحب مدام ماجدة وحبيبي يوسف شريف رزق الله، ناس هايلي بروفيشنال وكانت يعني ناجحة في الغرب. شايفة ازاي تنظيم المهرجان السنة دي وشايفة ازاي وجود الفنانة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة على بوستر المهرجان؟ ده يعني شيء جميل انه في نوع من الانتماء وفي نوع من الولاء لنجومنا، وده يسعدني. وانا دايما بقول انه الفن غير فاني، يعني هو الخلود. شايفه ازاي برضو مشاركه عدد من النجوم العالميين والعرب في المهرجان السنه دي ووجود عدد من الافلام اليابانيه الكتير والسينما اليابانيه طبعا مشاركه بقوه السنه دي؟ ما هي السنه دي الاحتفاء بسينما اليابان، فلازم يبقى عدد الافلام كبيره. وبالنسبه للاحتفاء بعمر الشريف، نور الشريف، فاتن حمامه، فدي اقل لفته وفاء بنعملها تجاه فنانينا. بقول انه انا سعيده جدا انه دريم رجعت لنا البرنامج المفضل عندي ستاند باي. ثانك يو. ثانك يو. ثانك يو حبيبي. بصمته واضحة دايما على ريد كاربت، واي نجمة بتظهر بإطلالة من إطلالاته بتكون محط اهتمام لعدسات المصورين. اهلا بيك هاني البحيري مصمم الازياء العالمي، اهلا بيك معانا على شاشة قناة دريم. اهلا بيك، كل سنة وانتم طيبين. والنهارده قد ايه النهارده سعادتي بافتتاح الدورة 37 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. قد ايه مستوى الأناقة، مستوى الشياكة، مستوى الأمن والأمان، مستوى السكيورتي اللي احنا واحنا داخلين قد ايه محافظين على كل أجنبي عربي مصري، حاجة جميلة جدا. يعني أنا سعيد كل السعادة وكل الفخر ببلدي النهاردة. مين النجمات اللي ظهروا بإطلالات من إطلالاتك النهاردة؟ عندنا طبعا الفنانة الجميلة مدام ليلى علوي، مدام داليا البحيري أدوار التحكيم، مدام يسرى، مدام لبلبة، مدام صفية العمري. عندنا لا أنا عندي كتير، أنا نسيت برضه، عندي حوالي 10 فساتين النهاردة. درة عندنا النهاردة حوالي يمكن 9 نجمات 10 نجمات. ازاي بتوجه النجمات انهم يختاروا الاطلالات المناسبه ليهم على ريد كاربت؟ لا النهارده بالذات كان عندنا حاجه الدوره مهداه لروح الفنانه الجميله اللي كلنا بنعشقها مدام فاتن حمامه. فكل عامل ريليتد قوي لفتره الخمسينات والستينات، يعني ده داليا البحيري لابسه فستان تيبيكال كان من فساتين مدام فاتن حمامه، اللي هو الاسود وحزام وشويه منفوش وطولين قصير وطويل، ده تيبيكال مدام فاتن حمامه، كانت بتحب اللاين ده قوي. وكذلك دره برده عامله برده الفيفتيز برده اللي هو الخمسينات. يسرى عامله برده الستينات اللي هو شارلستون اللي هو كله بالشغل الخرز والكريستال اللي هو كتير زي الفرنشات ده. مدام لبلبة كمان، الناس مدام لبلبة انا كل واحده بعملها جزء من شخصيتها، بس في ناس اصروا انهم يعملوا حاجه قريبه قوي لفتره الافلام العربي ابيض واسود زي دره وزي داليا البحيري. في نصايح بتوجهها للنجمات قبل ظهورهم على ريد كاربت قبلها بيومين او كده؟ لا مش قبلها بيوم، احنا بنختار هي لو داخله بس ريد كاربت ولا داخله ريد كاربت وستيج. لو ريد كاربت لازم يبقى فستان فخم قوي وشياكه، لو ريد كاربت وستيج يبقى لازم في ابهار. فمهم قوي ان انا بختار لها فستان ذو عنصرين. يعني هسيبك تستمتع بالحفل وتستمتع بريد كاربت، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب وميرسي ومشرفنا. اوكي ميرسي. دريم بارك تقدم شخصيات هتقابلها جوه البارك. لا 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 انا عايز وحش قاعد جنبي. مش كبير عليك شويه دي يا حماده؟ انا ناس هناك ايه؟ مهما كانت شخصيتك في دريم بارك هتتبسط. اللي بعده. كل شعوب العالم بتختلف لغتها، كمان بتختلف عاداتها وتقاليدها، لكن حاجة واحدة بس اللي بتجمعنا، الكورة. الكورة في دريم
هنحب الكورة، هنناقش كل القضايا المهمة، هنشوف أهداف جميلة. إزاي تقف على الكورة؟ أنت معانا هنا في دريم مش بس هتحلم، هتجيب الجول. الكرة في دريم مع الكابتن خالد الغندور على دريم في الأوقات التالية. مع كل طلعة شمس صباح جديد، شعاع أمل جديد بيمنحنا التفاؤل. ابدأ يومك مع صباح دريم. صباح دريم مع مها موسى من السبت للأربعاء في الأوقات التالية على دريم. برنامج كرتون كام، عايز تعرف كل أصحابك اللي غيروا صورهم على الفيسبوك لصور كرتون عملوها إزاي؟ حاجة بسيطة جداً، كل اللي عملوه إنهم اتصلوا من أي محمول على 2605 أو من أي خط أرضي على 0909405 وحملوا برنامج كرتون كام وخدوا صورة سيلفي بالموبايل واختاروا من آلاف الخلفيات والأشكال المضحكة اللي موجودة في البرنامج وعملوا لها شير على الفيسبوك. يلا اتصل واعمل زيهم وحمل برنامج كرتون كام على موبايلك. هيتم خلال الدورة رقم 37 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم عدد كبير من أهم النجوم الراحلين زي النجم عمر الشريف والنجم نور الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. واختارت كمان رئيسة المهرجان الأستاذة ماجدة واصف عدد من أهم أفلام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة لعرضها خلال أيام المهرجان زي فيلم صراع في الوادي ودعاء الكروان ونهر الحب. أجمل حتة خلقها ربنا الحتة اللي حبيناها سوا فتحنا فيها سوا. ارمي الوردة في المية وافتكريني ده معاك يا فضل، هكون مستنياكي. Not this. Go round. Damascus, Orange. Damascus. No prisoners. Orange. This was Talal's village. معانا الأستاذة الدكتورة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 37. أهلا بحضرتك معانا على شاشة قناة دريم وبرنامج ستاند باي. أهلا بيك. كلميني السنة دي، رأيك إيه في المشاركة السنة دي في المهرجان وتواجد عدد كبير من النجوم والنجمة كلوديا كاردينال؟ كلميني عن المشاركات والأفلام الموجودة السنة دي. اولا احنا يدوب منتهين من حفل الافتتاح، واعتقد ان كان يعني بالاجماع يعني في صدى ايجابي يعني لحد كبير، وده بحد ذاته يعني بيخلي الواحد يكون سعيد بان البدايه ممكن تبقى مؤشر او بانه ممكن المهرجان بيكون واخد يعني اتجاه كده اقوى شويه.
المشاركة بتاعت النجوم المصريين والأجانب أظن كانت معقولة كويسة الحمد لله. عندنا أكتر من شخصية معروفة موجودة كانت, والأفلام المعروضة هتعرض في المهرجان ابتداء من بكرة أفلام كبيرة ومعروفة ومهمة جدا في السينما العالمية كلها. وكل اللي أتمناه أن الجمهور المصري يقبل على مشاهدة الأفلام ويتابع المهرجان وترجع العلاقة بالسينما زي زمان. قد ايه الصدى بتاع الناس لاختيار النجمة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة لتصدر بوستر المهرجان في دورته رقم 37 السنة دي؟ ازاي كان صدى ورد فعل الجمهور؟ والله احنا الصدى ورد فعل الجمهور ما عرفوش, لان انا ما عملتش احصائيات, لكن انا عارفة ان بشكل عام في يعني استحسان لاختيارها لانها جزء من تاريخنا كلنا. يعني فاتن حمامة بدأت في بداية الاربعينات السينما وهي طفلة, واستمرت معانا جزء من حكاية السينما المصرية وحكاية المصريين كلهم, فهي واحدة من أهل البيت, فهي معانا بشكل دائم, كل يوم بتشوفها في التلفزيون في أفلام كتيرة, وإنها تغيب بجسدها عن العالم, فده لا يعني إنها هتختفي إلى الأبد, بالعكس إحنا بتخلد هي يعني وجودها في البوستر نوع من تخليد ليها في لحظة معينة. يمكن اخترنا صورة وهي صغيرة لأنها صورة جميلة, والفنان ملوش عمر. اختيار السينما اليابانية السنة دي كانت راجعة لإيه إنكوا تختاروا السينما اليابانية وخصوصا أفلام التحريك اليابانية؟ الحقيقة إحنا عملنا يعني عشان نختار السينمات المكرمة أو السينما الضيف تكريمات, يعني بنحاول نلاقي ناس ما تكرموش قبل كده في مصر, ولقينا أن اليابان بلد غايب عن التكريمات في السينما المصرية في مهرجان القاهرة, فاخترنا السينما اليابانية. وبعدين من السينما اليابانية خدنا جزئية محددة هي سينما التحريك اليابانية, لأنها سينما مميزة جدا وليها طابع خاص جدا مختلفة تماما عن سينما التحريك الأمريكية المعروفة بتاعت والت ديزني وحتى بتاعت دريم وورك. فهم بيرسموا بالإيد, والأفلام دي هي 7 أفلام هتعرض إن شاء الله في المهرجان عليها ترجمة عربي, وأعتقد أنها هتكون اكتشاف للمحبي السينما اليابانية وسينما التحريك بشكل. شعورك ايه يعني النهارده طبعا اختيار نجوم كبار زي نجوم كبار رحلوا عن عالمنا الفني زي النجم عمر الشريف النجم نور الشريف, شعورك ايه تكريمهم, يعني قد ايه مهم تكريمهم في التوقيت ده من المهرجان؟ هو تكريمهم يعني رد لجميلهم علينا, يعني هم موجودين الحقيقة وإدوا كتير للسينما المصرية وإدوا كتير لمصر كلها, وبالتالي ده شيء طبيعي تماما أنه يكون في لفتة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ونوع من الوفاء لكل اللي أسعدونا على مدى سنين طويلة من خلال السينما. معانا نجمة امتعتنا على مدار سنين وسنين بفوازير رمضان, النجمة الكبيرة نيلي. ازيك يا نيلي, عاملة ايه؟ بسرق منك الكاميرا, اصل انا لئيمة قوي. من عيلة لئيم باشا, تعرفه؟ اعرفه طبعا, بس بصراحة عشان ما بقاش كدابة, هو يعني هو كان لئيم بس ولا باشا ولا حاجة. شعورك ايه في الدورة رقم 37 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السنة دي وحضور عدد كبير من النجوم, وكانت كلوديا كاردينال كانت موجودة جوه دلوقتي, شعورك ايه الدورة دي من المهرجان؟ شعوري انا عبرت عنه ان انا جيت المهرجان, وشيء رائع, ويعني اقول ايه, بس لو سمحت ده عالم مصر على فكرة, كلوز عالم مصر اهو حبيبي, خش كلوز بخرج فين المخرج. فطبعا شيء جميل ومشرف, وهقول ايه, هي يعني الفن الحقيقي موجود في مصر, والفن هو اللي بيعبر ويوري العالم كله ان احنا في خير وامان. وطبعا وجود كلوديا كاردينال يعني نفسه شيء رائع جدا. وانت عارف يا احمد, دايما
محدش، انت كل ما تكون حاجة كبيرة كل ما الناس تغير منك اكتر، لكن انت لو حاجة عادية محدش هيغير منك. فببساطة كده بالطريقة بتاعتي العادية اللي صغنونة اللي على قدي اقول اللي متغازين موتوا بغيظكم. ايوه موتوا بغيظكم. كنت عايز برضو اسالك، السنه دي بيتكرم السيده الشاشه العربيه فاتن حمامه وبيتكرم عدد من النجوم الراحلين، عايزك تقولي لي شعورك ايه بتكريم النجوم الراحلين دول النهارده؟ طبعا شيء رائع، لان انت اصلا اول ما بيجي سيره الراحلين بتبقى بالنسبه لي حاجه يعني مش عارفه. فاتن حمامة الواحد يقول ايه؟ يقول فاتن حمامة لوحدها، يعني هي لوحدها كده كلمة فاتن حمامة بتعبر عن كل شيء، بتعبر عن الفن الراقي 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 اللي الحمد لله ان انا اتولدت في زمن كانوا موجودين فيه الناس الراقية دي، عمر الشريف ونور الشريف وعبد الوهاب وعبد الحليم والناس العظيمة الرائعة دي. أنا قابلتهم، أنت متخيل؟ حتى آخر مرة كانت سيدة الشاشة فاتن حمام كانت موجودة في اجتماعنا مع الرئيس السيسي، وكان بالصدفة أن أنا قاعدة جنبها. شيء رائع، زي ما كون حسيت أن أنا كنت بودعها. مشاركة الأفلام المصرية السنة دي مشاركة قوية، داخلين بفيلمين، فيلم الليلة الكبيرة وكمان فيلم، عايزك يعني تقولي لي مشاركة الأفلام المصرية إيه أهميتها في مشاركة السنة دي في المهرجان؟ طبعا أحلى حاجة أن الأفلام دي جديدة، وطبعا لازم كل سنة يبقى فيه أفلام مشرفة تكون موجودة في المهرجان، وياريت الفن يرجع زي زمان لسبب، لان احنا مش اي بلد، احنا بلد الفن الحقيقي. حتى لو اي حد متغاظ من مصر لما يجي يتكلم على التاريخ، لو اتكلم في التاريخ في المطلق كده لازم غصب عنه وعن اللي جابوه الدنيا بابته ومامته يعني يقول مصر. ما انا لازم اهزر ما بعرفش. انت عارف يا احمد لما اكون بعيط اهزر برضه والله بجد. اه والله. طب عايز اقول لك على حاجه دلوقتي، امتى نشوف نيلي في عمل درامي او فيلم سينمائي؟ امتى؟ طيب احمد بيقول لك هو مبسوط قوي قوي من اللقاء ده. وخلصت اللقاء صح؟ طب ليه؟ لا انا احب اكون خفيفه، يعني انا يعني كتير قوي من الجمهور، كتير قوي من الجمهور زي ما احنا كنا شايفين دلوقتي حابين يشوفوا نيلي في مناسبات مختلفه. انت يعني الاقبال الجماهير كمان عليكي كبير جدا، عاوز اعرف ليه نيلي مبتعد عن الشاشات ومبتعد عن الاضواء الفتره اللي فاتت؟ لا هو انا بقالي مده، انا زي ما قلت لك بجد بحب اكون خفيفه، يعني حتى لما اروح زياره احب امشي قبل ما حد يشبع مني، انا كده ما اعرفش. طيب انت لما وحشتينا نيلي، عايزينك في حاجه قريب. انا اهو باجي في المناسبات الجميله الرائعه اللي بتفكرنا بالعباقره، والحمد لله الحمد لله ان ربنا خلقني مصريه. العالم لو سمحت. بكده اكون وصلت معاكم لختام حفل النهارده، حفل انطلاق الدوره رقم 37 من مهرجان القاهره السينمائي الدولي. استنوني كل يوم حد الساعه 5 وفي الاعاده الساعه 6 الصبح وكمان الساعه 1 بعد منتصف الليل. كمان شوفوا البرنامج اكتر على youtube.com/dreamtvchannel وشاركوني بارائكم في البرنامج، واختاروا عاوزين تشوفوا وتسمعوا اغاني وافلام ايه على ايميل البرنامج standby@dreams.tv، واكيد فولو مي اون فيسبوك @standby وز احمد صلاح، تويتر @standbyprogram. ولقائنا بيتجدد الاسبوع الجاي. سلام.